هي مين دي اللي حد انا احمد مشوني انا عايز امشي بجد انا عايز امشي انا مش هعرف اتكلم في حاجه انا مش هتكلم معاك في حاجه تقعد مع مين مش قاعده مع حد خلاص تعالوا نروح نشوف لو ما عجبكيش لا عايزه اروح انتوا عمالين تجيبوا الصور ليه لو ما عجبكيش خلاص انت مش وقفه ما وقفوا طيب لابس تاتين طب وقفوا يا جماعه كان في دخله اكيد صحيح ايه صحيح دي ايه ده ايه اللي انت لابسه ايه اللي اعرف اللي انت لابسه ده عامل عريس وبتاع معايا النهارده فريقين فريق روز وفريق اميره اوكي طبعا عشان انا ست فدايما بحب اني اسمي فريق باسم ست لكن خلوني برضو اعرفكم على ضيوفي اميره و أستاذ أحمد روز وأستاذ عبدالله هنطلع فاصل ونرجع لكم مع فقرة الأسئلة العامة استنونا ورجعنا لكم بعد الفاصل وأول فقرة معانا هي فقرة الأسئلة العامة هسألكم كام سؤال واللي هيرد أسرع هو اللي هياخد البوينت هي الاسئله كلها اسئله معلومات عامه بسيطه ما فيهاش اي حاجه تمام. بس الفكره في اللي هجاوب الاول هو اللي هيكسب الله. تمام تمام طيب حاجه بتتولد كل شهر الهلال بوينت النمله ليها كام رجل ستة بوينت برافو مدينه خضراء وفيها جنود سودا صغيرين طبعا انت تعرف البطيخة على طول اسرع حيوان في العالم لا فهد بوينت حبيبي لا هو الاول لا مع بعض الأول. لا مع بعض لا احمد قال الاول اذكى حيوان في العالم دولفين بوينت معروف تمام بلد المسابقات معايا كده انا خلصت الفقره بتاعتي وطبعا فريق روز هو اللي كسب بحييكوا تمام هارد لك يا اميره هنروح فاصل ونرجع لكم تاني مع فقره الرجاله ما يعرفوش يكذبوا خليكم معانا استنوا ورجعنا لكم بعد الفاصل ودلوقتي الفقره اللي كل الستات بتحبها فقره الرجاله ما يعرفوش يكذبوا هنعرف احمد وعبد الله بيكذبوا ولا لا هنبدا باستاذ عبد الله استاذن حضرتك تتفضل عند دكتور مؤمن بشار وبعد كده استاذ احمد هتتفضل بعديه على طول عند دكتور مؤمن هيعمل لكم اختبار كشف الكذب وهنرجع تاني ده جهاز كشف الكذب بنسال الضيف كام سؤال لو جاوب عليهم صح بينور اخضر لو جاوب عليهم غلط بينور احمر جاهز جاهز صباح حضرتك ريح ايدك شكرا بتحب مراتك جدا خنتها قبل كده لا لو حصل موقف بينك وبينها بتحاول تواجه ولا بتهرب لا بنواجه محمد صلاح بيلعب في نادي ايه ليفربول المدام الشوز اللي لابساها لونه ايه اسود تمام انا خلصت شكرا تقدر ترجع مكانك فعلا شكرا بتحب خطيبتك اه عرفت عليها كام واحده قبل كده كتير ولا قليلين ولا ما عرفتش انا عرفت كتير عليها ركز ايه الموقف اللي بيضايقك منها انها تزعق معاك ولا انها يعني سلبيه لا تزعق تمام محمد صلاح بيلعب في نادي ليفربول المدام لابسه شوز لونه ايه ابيض بتحبها خنتها قبل كده قراراتها انت شايف ان هي دماغها كبيره ولا دماغها صغيره في حاجات وحاجات تمام بتشوف الراجل اللي بيتجوز انا عايز اجابه واضحه انت ليه بتحاول تمام يعني انا عايزها تعرف فانا عايزك تبقى واضح وصريح تمام قراراتها حضرتك بتحبها ولا شايف ان هي دماغها صغيره لا باخد من قراراتها بس في قرارات اغلبيتها بتبقى يعني قراراتها حلوه ولا وحشه اغلبيتها لا لا تمام بتشوف ازاي الراجل اللي بيتجوز على مراته بيعمل حاجه حلوه ولا حاجه وحشه
هو عادي بس لو مراته تمام معايا. عايز حلوة ولا وحشة؟ لو مفيش تأثير من الزوجة حلوة ولا وحشة؟ حلو. ناوي تخونها؟ لا. ناوي تخونها؟ لا. شكرا انا خلصت، تقدر ترجع مكانك. والله يكون في عونك. ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحمد وعبد الله خلصوا فقره الاختبار، ودلوقتي هنشوف النتيجه على الشاشه. نبص على الشاشه نشوف النتيجه. تيم بوس طبعا هو الكسبان، لانه تيم اميره نسبه الصدق عنده 34% بس، الباقي كله كذب. ودي طبعا يعني هارد لك، هارد لك يا اميره، النتيجه سيئه جدا. احمد يعني في العادي ما بتحسيش ان هو كذاب خالص، ما تكذب عليها كتير. طيب عموما احنا لسه عندنا جوله ثالثه، تمام. الجائزه بتاعتها عباره عن 300,000 جنيه. الجوله اسمها بتخاف ولا بتخاف. يا احمد من حاجه؟ بتخاف من اميره؟ بتخاف من الكلاب؟ بتخاف من القطط؟ من ولا اي حاجه خالص بتخوفك؟ تمام. طب احنا عايزين موبايلك. استاذنكم يا جماعه، حد من الكرو يجي ياخد موبايل احمد. موبايل عشان ايه؟ موبايل لا، هناخد الاول موبايل احمد عشان هو فريق اميره الخسران. بس هندخل، هفهمك، هندخل على الجاليري، ممكن نفتح صور واتساب، طبعا لو في حاجات برايفت مش هنفتحها، تمام. نشوف اميره يعني عارفه صحابك مثلا، لو انت من يومين مثلا كنت قايلها في مكان معين، نشوف من يومين انت كنت فين، نعرف نسبه برضو، ده هيبين نسبه التوافق يعني بينكم علشان الجائزة، وعلشان برضو نسبة يعني مصداقية أكتر بعد اللي انت عملته في اختبار كشف الكذب ده، تمام؟ يلا يا جماعة، خايف من حاجة؟ دندوني. افتح الموبايل. انت عارفة الباسورد بتاعته؟ شكلك قلقان. عارفاها. شكلك قلقان. يسيب لك موبايله يعني بصمة. يعني انت ما تعرفيش تفتحي تليفونه. لا بعرف الباسورد بصمة وباسورد. انا مش بسيب موبايلي معاه. بس هو مش بيسيبه. مش بسيب. مش ليه بجيبها. ليه؟ عشان ولا هو بياخد موبايله. ليه انت قلقان؟ لا. بس يعني لو جيتي كده في وقت وقلتي له اديني كده موبايلك هيديهولك ولا هيقلق؟ يعني لو هاخده مثلا اعمل بيه حاجه يعني فهو بيبقى ما بيرضاش عليا، بيفضل واقف فوق دماغك لغايه ما يتخلصي عشان ده شغل لحد ما يغلق، بيخاف ان انت تقعدي تقلبي. طيب كده عشان بقى انت عندك اسرار شغل ما حدش يعرفها غيرك، صح؟ عشان اكتر حاجه بيحبوها الستات ان يكونش فيه باسورد. ايوه تليفون على راحتهم حقيقة. بصراحة انت عارفة الباسورد بتاعت طبعا انا معمولي بصمة على الموبايل اصلا، ما انا اعمل لها بصمة بس مش بحب امسك. اعمل لها بصمة في ايه؟ طب يلا يا جماعة هتقولنا كده اول صورة من على موبايل احمد. مين دول؟ ده ابن اختي. يعني ابن اختها. ابن اختك، اوكي. حلو، very good. الصورة اللي بعدها اختي برضه دي مع الجيم على طول. تمام، حلو قوي. اللي بعده دي اخته، شبهه فعلا. دي اخته. مين دي؟ الصورة دي بيقولوا لي في الكنترول روم جايبينها من على واتساب، من على محادثة على الواتساب. ايه انت مش عارفاها؟ لا. مين دي؟ ايه اللي انت الصوره دي؟ انت بتعيطي ولا بتضحكي؟ خد نفسك. مين دي يا احمد؟ طب جماعه في صوره ثانيه. هو بيحب الحاجات دي. لا بس مش كده. ايه دي؟
في صوره تانية طيب او في حاجه تانية؟ امين. مفيش فايده. طب خلاص ما اتغيرتش. طب ليه هتتجوزها؟ طب انت على اقرار وخلاص وافقت. مين ده؟ بيقولوا لي في فويسز كمان، في رسائل صوتيه وحاجات مكتوبه وحاجات. شفت بتحب الستات انت. واو. طب في بقى يا جماعه رسائل صوتيه، هو مدرب بيلعب بالرياضه، تحبي تسمعيها؟ تشتغل مدرب؟ مش عارف. اميره في رسائل. طب خلاص معلش ممكن في ممكن موبايل. طب يا سمعونا كده يا جماعه الرسائل دي. لا انت والله انا مش عارف اللي فيها، بس انا لا يفوز عشان اعرف اجيب لك ده. ماشي هستنى، مش هستنى كتير يعني. قلت لها هقول لها. لا والله بس قلت لها تتاكدي عشان ما تاخدش بالها. مش مصدقه نفسي بجد. انت متجوز؟ انا كنت هقول لها. طب ما قلتلهاش ليه؟ انت كده كذاب. هو مش هو مش قالك ان انت هتبقي زوجه ثانيه؟ انجز مش فاهمه يعني هو ده ايه؟ ده بجد يعني؟ لا مين دي؟ طب يا جماعه دي كده دي كده فضيحه كده، مش بنلعبها. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني، استنونا. طب يا جماعه خلاص يا جماعه يلا نمشي وخلاص، عشان دي كده حاجات شخصيه. طب انا يعني هستنى بره لحد ما هي تتكلم معايا. والله حرام، انا هسيبكم دقيقتين مع بعض. ايه يا جماعه التهريب مين اللي طلع ده بجد؟ ابقى فاهمني كده. كنت بفهمني. فاهمك. فاهمني ايه؟ يلا نمشي. يلا. ايه؟ يلا عايزة اروح. استني بس. عايزة اروح. انا عايزة اروح. طب ايه؟ ما تعصبنيش بعد اذنك. طب ايه؟ على فكرة كنت اقول لك كل حاجة. انكس. كنت اقول لك حاجة. يلا والله لا والله لا امي. يلا. يلا ابعد ايدك. يلا الناس. يلا عشان انا مش عارف ارجع. على فكره انا ما اعرفش احنا جينا ازاي. طب اقعد. يلا طب اقعد. يلا والله بجد لا ممكن نمشي ثواني. اقعد بس انجز عشان انا مش عارفه اقف اصلا. اقعد افهم. لا يلا افهم. طب ما انا افهم ايه؟ افهم ايه؟ انا كنت اقول لك على فكره. تقول لي ايه بقى؟ كنت اقول لك على الموضوع ده كله. تقول لي ايه؟ متجوز؟ يلا يلا روحني. يلا عادي. طيب طب يلا يلا. طب عادي عشان مش هينفع. يلا انا مش عارفه اقف اصلا. انا عارفه عادي. يلا يلا. طب عادي نكمل ونمشي. هنكمل ايه؟ نكمل برنامج هنكمل ايه؟ اميره بعد اذنك اقعدي بس معلش عشان احنا على الهوا. معلش طالعين هوا حالا هنخلص. طب الحلقه. طب انا مش عارفه اكمل. معلش مش عارفه اكمل. اكمل ازاي؟ معلش استاذنك بس احنا على الهوا. احنا على الهوا ما ينفعش. ما ينفعش. لا انا عايزه امشي. لا طب انا هخلص لك الحلقه بس استاذنك بس اقعدي وهقفل الحلقه. استاذنك بس اقعدي وهقفل الحلقه. اميره استاذنك اقعدي وهقفل الحلقه. معلش اتفضلي. طب الصوره اهو. مشاهدينا ورجعنا لكم بعد الفاصل وحلقة أنا والمدام. وأنا بعتذر لكل السادة المشاهدين والأميرة طبعا عن الفضيحة اللي حصلت دي، بس إحنا طبعا كنا على طول بنهزر يعني ما نعرفش إن الموضوع هياخد الاتجاه ده. معنا مداخلة. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. بصراحة أنا مستعد جدا للي بيحصل ده بصراحة. طبعا ازاي الموضوع يحكي على الهواء يا جماعه؟ ازاي وانت عايز اقول لك كلمه واحده حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يعني انت لو معاك ملاك انا عايز امشي ماشيني عشان ما اتعصبش. ماشيني معلش. لا وقفي. لا يلا انا عايز امشي. خلص يا عم انا ما بحبش كده. الكلام ده بجد؟ الكلام ده بجد؟ نبقى نتكلم انا وانت. انا مش عايزه اتكلم في حاجه. الكلام ده بجد؟ هنتكلم. انا كنت هقول لك. لا انت هتتضايق. ده كده ده غلط. يعني انت شايف ان ده كدايب. ده كده كدايب. ما ده كده
كدب ليه؟ انا كنت هقول لك على فكره. هتقول لي ايه؟ اه كنت هقول لك وكنت هعرفك بيها والكلام ده كله كان هيحصل يعني. أنا, انا اصلا مش مصدقه الحوار ده كله. عايزه امشي. هتقول لها بعد ما اتجوزت؟ يعني انت تروح تتجوز وانت معاها وبعد كده تقول لها؟ انا كنت اعرفها من زمان برضو. انا اعرفها من زمان واتجوزنا وخلاص. انت بعد ما اتجوزنا ممكن اكسر عليك حاجه انت عصبني جدا. بعد ما نتجوز ودلوقتي اتخطبت انا وهي, اسيبها بقى يعني؟ اسيبها عشان انا مثلا يعني خطبتها؟ انا ما ينفعش, انا مش كده. اه انت جيت خطبت ليه يعني؟ صح لما انت متجوز يعني, يعني كمان بتخونها وانت خطبها لسه ما اتجوزت. ما اتجوزت هتعمل فيها ايه؟ هتتجوز بقى عليها بقى التالتة بقى ولا ايه؟ هتعمل ايه بقى يا كازانوفا زمانك؟ انا مش عارفه انت ساكته ازاي. اقوم اضربك يعني؟ انت مستفز جدا. ايه ده؟ انت لو عملت معايا كده كنت ممكن اقتلك. ثواني ثواني. طب انت هتكملي معاه كده يعني؟ وهو لا انا عايزه اروح. طب انا عايز اقولك على حاجه. طب اقولك على حاجه, لو طلقها, لو طلقها واستسمحك هتصالحيه؟ نخليه يطلقها. طيب دلوقتي ما فيش كلام ده. ما فيش كلام ده. تطلقها؟ طب انت عايزه ايه؟ طيب عرفيني. مش عارفه انت ايه يعني, انت بتضحك على ايه؟ انا مش بضحك على فكره خالص والله. انت بني ادم كذاب ومفضوح. بتضحك فعلا على ايه؟ هي يطلقها وهو يطلقها دلوقتي وخلص الموضوع. لا ما يطلقها ولا ما يطلقهاش, ما خليه معاه. مش بيحبها. طب وانت هتروحي فين؟ هو قال لي يحبها خليه كمل. طب ما انا عايزك برضو معايا. عايزني فين؟ خلاص هو خلاص يا اميره, هو بيحبك انتوا الاثنين. لا ما عادي, ما في كذا حد متجوز اثنين وثلاثه. انا متجوزه, انا حد متجوز اثنين وثلاثه. طب وهتعيشهم بقى في نفس البيت مع بعض؟ لا هي عارفه هتعيش خلاص, هيبقى ليكي بيت مع اهلي. انا هبقى هنا وهنا يعني, مش هقصر في حاجه. انا مش هقصر في حاجه. هتعرف تفتح بيتين يعني؟ انت ميسور انك تتجوز يعني على طول. طب خلاص يا اميره, يعرف يفتح البيتين خلاص. بيتي يعني عادي, ومثنى وثلاث ورباع. عايزه اروح. عايزه حلو مثنى وثلاث ورباع, وانت واضح انك انت يعني فاهمه الموضوع ده كويس, فتمام. ممكن ده بموافقه الزوجه. طيب لازم الزوجه تكون عارفه ان جوزها هيتجوز عليها على فكرة ويعدل بينها. هي موافقه ان انا اكمل مع اميره على فكره برضه. ممكن يعني حتى لو هنعيش مع بعض عادي. خلاص لو هنعيش مع بعض احنا الثلاثه برضو ده خلاص. حلو ده. ده مفيش حلو خلاص. مراته الاولانيه موافقه ان هو يتجوز عليها. ده موضوع لطيف, احنا ممكن نشهد على الجواز. طب وهي حد كويس جدا على فكره والله. انت لو يعني لو هي مين دي اللي حد؟ انا احمد مشوني. انا عايز امشي بجد. انا عايز امشي. انا مش هعرف اتكلم في حاجه. انا مش هتكلم معاك في حاجه. تقعد مع مين؟ مش قاعده مع حد. خلاص عليها وشوف. خلاص تعالوا نروح نشوف. لو ما عجبكيش. لا عايزه اروح. انت عمال تجيب الصور ليه؟ لو ما عجبكيش خلاص. انت مش واقفه. ما وقفوا. طيب لابس تاني. طب وقفوا يا جماعه. عايزه الدخله اكيد. صحيح. ايه صحيح دي؟ ايه ده؟ ايه اللي انت لابسه؟ ايه اللي اعرف اللي انت لابسه ده؟ عامل عريس وبتاع. مش انت دلوقتي قلتي له اقعدي هنوقف البرنامج بعد اذنك. وقفي وشيلي الصور دي. انت بتحبيه قوي كده يعني؟ لا ما بحبش حد. عايزه خلاص. لو بتحبيه قوي اتجوزيه زوجه تانية. ايوه ما فيهاش مشكله. فيها ايه؟ ما تتكلمش معايا. انا هبقى ما تتكلمش معايا. ما تتكلمش معايا. طب اتكلمي معايا. انا تحبي تتجوزيه زوجه تانية؟ لا عايزه اروح. طب ما تعيطي. طب انا يعني بصراحه مش هقصر معاكي. هتعيط. شفتوا هتعيط وسط العيب. انا مش اصلا هما عاملين بيقلبوا في الصور. هما مش بيشيلوا. عارف ان انت فضحتها على الهوا. صحيح. دي بقت فضيحه. عارف شكلها ايه قدام صحابها وعيلتها بعد ما وثقت فيك؟ دي بقى لها شهرين وهتتجوزك وزمانها بتجهز وصارفه مصاريف قد كده وعامله ورايحه وجايه. نجيب الحاجه مع بعض كلها. انت عارف انت فضحتها على الهوا. هو انت ايه يا بني ادم؟ واضح ان اعصابك في الثلاجه. انت مش اعصاب في الثلاجه. انا عايز افهمها بس. عايز افهمها ان ده عادي وان ده بيحصل كتير. هو اللي بيتجوز اتنين ده مش التانيه بتيجي على الاولانيه ولا بيتجوزوا مع بعض؟ الكذب بيحصل كتير. صح. هو مش كذب على فكره. انا كنت اقول لك. لا لا مش صدق. هذا كذب. بقول لك ايه, احنا كنا بنعمل فيكي مقلب. انا تعبت. انت في حاجه كويسه؟ انت كويسه؟ انت تمام؟ هي مش قادره تتحرك. انت يا ابني مش هتلاقي اصلا من النوع ده تاني. خلاص خلاص. ايوه والله ده كده هتجوز بقى بجد. لازم تنتهي. ايوه ساكته. ايوه والله بصراحه. موافقه.